وعلى النقيض من السيول التي تشهدها ميسان ومناطق أخرى، نجد مناطق الأهوار التي كانت يوماً كانت صورة يضرب فيها المثل بالندرة وغزارة المياه. أهالي الأهوار يطالبون الحكومة بفتح المياه الزائدة إلى الأهوار، لأنها أي الأهوار لا تزال مياهها قليلة بسبب قطع القنوات التي تصب فيها من قبل عشائر وسياسيين وعصابات. هذه هي أحوال الأهوار، نتابع الآن وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم في هور الوسطى، يحتوي على 3 محافظات: بصرة، ناصرية، عمارة، وهذا مقابلنا ابو شذر. احنا اليوم بعمق الهور. الحكومة العراقية ومسؤولين الحكومة ومسؤولين عن عاش الاهوار، هم ما شايفين الاهوار وقاعدين عندها لما يقول الهور امتلع لبكرة ابي. هذا الهور، هذا عمق الهور، شوفه، هذا عمق الهور متر الا ربع، مو مستوى المطلوب. المستوى المطلوب لازم مترين وفوق، هذا ماي 2013، مترين وفوق. هذا المتر شهر السادس ما تلقى لك منه نتشه مالت ماي. هذا الهور شوفه كله، هاي البريك، هاي الدنيا كلها، ونسمع دياله غطت، دياله غطت، العماره غطت، الكوت غطت، البصره منها على مجنون غط،